تم عصر اليوم الثلاثاء بالرباط تشيع جثمان الراحل علاب نقصو الحارس الاسبق المنتخب الوطني وفريق الجيش الملكي الذي وفته المنيه صباح اليوم الثلاثاء بالرباط عن عمر يناهز 72 سنه. ففي موكب جنائزي مهيب وري جثمان الفقيد الترب مقبره الشهداء بحضور افراد اسره الفقيد وعدد من الرياضيين واصدقاء الراحل من المدربين واللاعبين الدوليين. عزاؤنا واحد في المرحوم الحاج علال اظن اللي معروف التاريخ ديالو الكروي، ولكن انا غنطرق لواحد الجانب ماشي غير الجانب الكروي والجانب الانساني والجانب الاخلاقي في الحاج علال رحمه الله عليه، لانه فعلا كان قدوه وكان مثل الانسان الخلوق، الانسان المنضبط، الانسان المتدين، والانسان اللي اظن بانه ربى اجيال اللي اظن بانه اعطات كثير لهذا الوطن، وخير جيل رباه هو وليداته، الله يكون الصبر معاهم. ايوا غادي نقول لك هذا ماشي زعما شي واحد من هذيك، راه انا خويا هذاك، انا الواحد اللي جيت في الستينات وسيبته هو اللي كان معايا ومشينا رحلات عالميين انا وياه وهذاك الشيء، ولهذا ضعنا فيه بزاف ما نقدرش ننساوه، لان كان ياسين روسيا وكان ياسين عندنا في المغرب. ويعتبر علال بن قصو احد ابرز الحراس الذين حملوا قميص فريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي في فتره الستينات من القرن الماضي، وارتبط اسمه بفريق الجيش الملكي خلال فترته الذهبيه الاولى في ستينات القرن العشرين، لتوج مع الفريق العسكري بسبعه القاب البطوله الوطنيه وكاسين للعرش.